ايش بتشوفوا عليها اشياء؟ نبدا اول شيء وحده وحده. هاي الواي شو معناها؟ قبل ال 380 الواي ستار كونكشن. شو يعني ستار كونكشن؟ يعني المحرك هذا لما يكون مشبوك على ستار هذا الفولتج 380. 380 ار ام اس ولا بيك؟ لاين ولا فيز؟ لاين. دائما كقاعده لما نطلع على فولتج معين اذا فري فيز سيستم عاده ما بنذكر الفيز فولتج بنذكر اللاين فولتج. فبنذكر اللاين فولتج وهذا دائما بالاي سي سيستم بيكون ار ام اس ما عمرنا رح نذكر البيك. وهذا بقول لي انه الكونكشن هلا الاحتمال كبير الكونكشن الداخليه اوريدي هي واي. احيانا بكون مطلع لي الست اسلاك تبعت الثري فيز موتور. اذا طلع لي الست اسلاك تبعت الثري فيز موتور ايش صار عندي اوبشن ممكن اعمل؟ ممكن اشبكه دلتا وممكن اشبكه واي، رح نشوف هلا بعض انواع من هدول. هذا عمال بقول لي ما عندك احتمال كبير حتى هو مشبوك داخليا اصلا مش طالع مني غير ثلاث اسلاك. طيب هون عندنا 2.8 و1.6. هلا ليش معطيني الكلتين؟ هذا له اسباب مختلفه. احيانا بكون فول لود نو لود، احيانا بكون في كونكشنز مختلفه، بدك انت تصير تعمل انفستيجيشن وتتاكد. بس هون هذا الكرنت راح يكون لاين كرنت ولا فيز كرنت كمان؟ نفس الشيء راح يكون لاين كرنت، فواحد من هذول هو القيمه الصحيحه. هلا بنحاول نطلع عليه ونعمل شويه اناليسيس. ال 1500 ايش هاي السرعه؟ اي سرعه فيهم؟ سينكرونس ولا الاي سينكرونس؟ هذه السينكرونس سبيد، السينكرونس سبيد 1500. لو هلا هون من المنطق بايولوجيك، هل ممكن تكون هي 1500 اذا تكون مضاعفات؟ هذا الرقم طلع على المعادله هاي. ان اس بتساوي 120 في اف على بي، هلا هو ما بقول لك بي، معظم المحركات ما راح يعطيك بي. بدك تستنتجها استنتاج. 120 ما راح تتغير، مش هيك؟ 120 مكونه من ايش؟ من 60 في 2. ال 60 ايش وحدتها؟ ايش وحدة ال 60؟ سكند بير مينت، اوكي؟ والتنين من وين اجت؟ التنين اصلا كانت تحت البي اللي هي بتحول بي من عدد بولز بير فيز لبيرز اوف بولز بير فيز، اوكي؟ فالتنين اجت من هون، هي نفس المعادله، هي نفسها 120. الاف، هل الاف موجوده هون؟ موجوده وينها؟ هيها. فهاي لازم تكون 50. بي هل ممكن تكون فراكشن؟ شو الارقام اللي ممكن تاخذها بي عددا؟ ايش اقل رقم لبي ممكن؟ 2. بي لازم تكون يا اما 2 يا 4 يا 6 الى اخره، لازم تكون ايفن نمبر لانه انا عندي بيرز اوف بولز. اوكي بير يعني ايش يعني بير؟ زوج ازواج. ما بيجوا البولز غير امبيرز، ماجنتيك بولز اولويز كم امبيرز. اوكي؟ إذا عندي هل ممكن يكون الرقم هذا 1500 بستنتج مباشر 1500 قديش بي لهذا المحرك؟ كيف بقدر أوصل ل 1500 قديش بدها تكون قيمة بي؟ بي لازم تكون فراكشن، ما بصير تكون فراكشن، لازم تكون 2 أو 4، عوض 2، 2 على 2 1 6000 في 500 3000 ما بظبط 10 على 4 قديش لازم تكون؟ 10 10 على 2 5 3000 على 5 600 قديش لازم تكون بي؟ أربعة. أربعة. فلازم بي تكون أربعة بحيث يصير عندي 3000 على 2 1500. إذا هاي 1500 إيش لازم تكون؟ سينكرونس ولا أي سينكرونس؟ مستحيل إنها تكون أي سينكرونس، مش هيك؟ أنت لما تشوف رقم كامل زي هيك 3000 1500 1750 بده يكون الرقم هذا سينكرونس. إذا مين اللي بلف على 1500؟ ماجنتيك فلوكس دنسيتي. الروتر على اي سرعه لازم يلف حتى يعطيني الريتد باور او الريتد تورك؟ على سرعه اكبر من هاي ولا اقل من هاي؟ اقل. اقل بكثير ولا اقل بشوي؟ اقل بشوي. لو قلنا 1% سليب قديش بدها تكون الاي سينكرونس سبيد؟ قديش 1% من 1500؟ 15. 1485 بتكون الاي سينكرونس سبيد. لو السليب كان 3% قديش بتكون الاي سينكرونس سبيد؟ قديش 3% من 1500؟ 1425 شيء ولا لا؟ 55. اوكي الكل فاهم الاختلاف ما بين الاثنين؟ ليش الاختلاف مهم ما بين السينكرونس سبيد والاي سينكرونس سبيد؟ مين اللي بلف على الاي سينكرونس سبيد؟ الروتر. مين اللي بلف على السينكرونس سبيد؟ ماجنتيك فلوكس دنسيتي. مين اللي بيعطيني ميكانيكال باور؟ الروتر. اذا مين السرعه المهمه لي حتى احسب الاوتبوت ميكانيكال باور؟ الاي سينكرونس. باي وحده لازم احولها حتى احسب الباور؟
وحده تمام تصير تكون ريفولوشنز بيرمنت لازم تكون راس بيرس. اوكي ماشي. طيب نحاول نطلع على الاشياء الثانيه. طلع على هون هذا الباور، شو احتمال تكون هاي 0.8 كيلو وات باور؟ الانبوت باور ولا الاوتبوت باور؟ انتوا فكروا الان في الرب، شو المنطق بقول انها لازم تكون؟ الانبوت ولا الاوتبوت؟ انت لما تروح على المحل وتشتري منه محرك شو بتقول له بدك؟ عادة الباور بنحطها هون بتكون اوتبوت، بس الاوتبوت باور ميكانيكال ولا الكتريكال؟ ميكانيكال. اذا عندي هون انا بعرفش كثير عن هاي، بدنا نتحذر شوي تحذير ونصير نلعب زي الديتكتيف. نعم هذا موتور ميكانيكال موتور. الاوتبوت تبعه الكتريكال ولا ميكانيكال؟ ميكانيكال. هاي الاوتبوت ميكانيكال باور. كيلو وات المفروض الكتريكال ولا لا؟ الكيلو وات وحده كهربائيه ولا وحده طاقه؟ طاقه. ممكن الحراره تكون كيلو وات، ممكن اقيس اقول هاي الصوبه بتعطيني كذا كيلو وات. الصوبه الحراريه اللي بتحطها بتدفى عليها على الصيف قديش الريتنج؟ تذكر قديش الريتنج تبعتها؟ 2 كيلو وات. الكتل اللي بسخن لك مي عشان تشرب قهوه وشاي كم كيلو؟ 2 كيلو. انا عم بحكي انا طاقه حراريه هي كهربائيه تحولت لحراريه. شو وحده القدره؟ نعم قدره. وحده القدره هي باور. يعني اسف اسف انا بقول قدره، انا بحكي بالعربي عن مالك. اوكي الباور هي قدره بالعربي. نعم الطاقه هي انرجي، القدره هي باور. اوكي طيب خلينا نشوف هلا، بركي احنا فيش عندنا معلومات كثيره، بدنا نحاول نلعب بالمعلومات الموجوده عندنا من هون. معطيني هو هون كوساين 5 معطيني اياها 0.8 و1 و0.8، معقول هذا سينكرونس موتور؟ ما اظن هذا سينكرونس موتور، هذا ليس سينكرونس موتور. معطيني هون 0.8 و1 و0.8 ممكن يكون سينكرونس موتور، انا اي ثينك انه اي سينكرونس موتور. خلينا نفترض انه اي سينكرونس موتور ونشتغل على ال 0.8 الموجوده هون. ايش ال 0.8 اللي معطيني اياها؟ شو حاطط قبلها؟ شو الفرق بين السينكرونس؟ تمام، خلينا هلا نحكي شو الفرق الاساسي بين السينكرونس موتور والاي سينكرونس موتور؟ انتم بتقدروا تحذروا الان. فايش قلنا عن الاندكشن موتور؟ اي سينكرونس ولا اي سينكرونس موتور؟ الاندكشن اي سينكرونس. ليش سميناها اي سينكرونس اندكشن موتور؟ عشان ايش؟ لا لانه الروتر تبعه بلف على الاي سينكرونس سبيد، ما بيقدر الروتر تبع الاندكشن موتور يلف على نفس السرعه السينكرونس. متذكرين الاندكشن موتور فيديو اللي فرجيتكم يا اخر المحاضره الماضيه ايش كان عم بيصير فيه؟ في كان ماجنتيك ماجنت عم بتحرك على سرعه مع الكوبر، مش هيك؟ مين كان اسرع من الثاني؟ الماجنت كان اسرع، ولانه في فرق بالسرعه شو صار عندي في الكوبر تيوب؟ شو صار في انديوسنج لايش؟ لفولتج. ولما صار في انديوسنج لفولتج صار في، اذا مبدا الاندكشن موتور لازم الروتر يمشي على سرعه اقل من الماجنتيك فلكس دنسيتي. شو بتتوقعوا اذا السينكرونس موتور الروتر بيمشي على نفس سرعه الماجنتيك فلوكس دنسيتي؟ هذا الاختلاف الاساسي بين السينكرونس موتور والاسينكرونس موتور. لذلك انا بديت اشك فيه طبعا، انا بديت اشك الان انه هذا يمكن يكون سينكرونس موتور، بس احنا خلينا نكمل. فراح نيجي ناخذ من هون عندي هذا 1500، عندي هاي 50 هرتز، هذا هون 220، شو بتتوقعوا ال 220؟ هاي احتمال انها في مروحه بتبرده. والمروحه اللي بتبرده سنجل فيز. شو العلاقة بين ال 220 وال 380 جمال سعد؟ شو ال 220 و 380 لما كانوا يمروا عليك؟ شو الارتباط بينهم؟ ايوه يا بابا 380 كانت لاين وال 220 فيز فولتج، فاحتمال كبير انه هذا المحرك بيجي 3 فيز عشان يشغل المحرك الرئيسي، بس باخذوا منهم فيز ونيوترال، مين بيشغلوا فيه؟ المروحة. ليش بدي مروحة مع المحرك؟ عشان يتبرد. اذا هذا بنسميه فورست كولينج. فورست كولينج يعني ما تركنا احنا الهواء يمر مرور من داخل المحرك حتى يبرده، اللي هو ناتشرال كولينج. فورست كولينج يعني اجبرناه انه نبرده، فهذا الفولتج تبع المروحه الفان وهذا الكرنت تبع المروحه. نعم. ليش ما بنكون شاركين المروحه بنفس الشافت؟ تمام، هذا اسمه ناتشرال كولينج، المروحه اللي بنشبكها بنفس الشافت بكون على نفس ايش الشافت؟ الكل عارف ايش يعني كلمه شافت؟ المحور او ايش بنسميه؟ الشافت اللي بلف عليه اعماله المحرك، هذا الشافت. في بعض أنظمة المحركات ما بركب مروحة خارجية، بجيب مروحة وبركبها على نفس طرف المحرك، هاي بتخلي المحرك هو بيشتغل عم ببرد نفسه بس فيش تبريد. ايش مشكلة هاي الطريقة؟ بعد ما يدخل المحرك باخذ فترة طويلة حتى يبرد، لأنه فيش تبريد عليه، فيش حركة. ايش ميزة الفان اللي زي هيك اللي مشبوك عليها محرك؟ هاي فان هي عليها محرك، بعد ما يدفي المحرك يوقف شو بتضلها تعمل مروحة؟ شوف في بعض سيارات أوروبية بتضل يشتغل فيها الراديتر حتى ما تطفي السيارة. مر عليكم ايش نوع السيارات اللي بتعمل هيك؟ جاكور.
جاكوار البيجو البيجو الأجسارات الفرنسية ظل المحرك شغال فيها حتى بعد ما تطفيها حتى يبرد برد الراديو. أوكي طيب آي بي 20 مر عليكم الآي بي 20 وين شفتوه؟ تمام. إذا آي بي اختصار لإيش؟ إنجرس بروتكشن. إيش يعني إنجرس؟ إنجرس دخول. إيجرس خروج. إذا آي بي اختصار ل آي بي ريتينج إنجرس بروتكشن. إنجرس بروتكشن بوصف إيش؟ وصف لإيش؟ لا 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 بدنا نرجع شوي بدي تكون دقيق. انا ما عمري سامع بانجرس بروتكشن. انجرس بروتكشن لمين؟ اوف ذا انكلوجر. ايش يعني انكلوجر؟ الشيء اللي عمالي بحطه في داخله هذا. اذا انجرس بروتكشن اوف ذا انكلوجر. اذا انا بدي احمي هذا الانكلوجر من انه يدخل عليه اجسام غريبه. الاجسام الغريبه هاي صنفناها لصنفين اللي هم سوليد وليكويد. اذا اي في 20 2 للسوليد والزيرو للليكويد. معناها هذا الانكلوجر هون بمنع شيء بحجم الاصبع انه يدخل لما 2 شيء بحجم الاصبع انه يدخل هاي والزيرو ما فيش اي حمايه للليكويد. يعني لو اجى حوالي الليكويد ممكن تدخل في داخل هذا المحرك. اوكي اي بي ريتنج مين ما سمعش في الاي بي ريتنج؟ تمام. الاي بي ريتنج بتمر عليكم في الام اس دي